حسناء قرطاجية خلدها التاريخ في لوحات أشهر رسام أوروبا في العصور الوسطى. صفنة بعل أو صوفو نسبة ابنة القائد العسكري القرطاجي صدر بعل جيسكو، عرفت بجمالها وذكائها وتعليمها الجيد. حظي والدها صدر بعل جيسكو بمكانة هامة خلال الحرب البونيقية، جمعت صوفونيسبا والقائد النوميدي ماسينيسا قصة حب، ووعد القرطاجيون ماسينيسا بمنحه يد الحسناء صوفونيسبا. مع بداية الحرب البونيقية الثانية كان ماسينيسا متحالفا مع القرطاجيين ضد الرومان والملك النوميدي سيفاكس، لكن التحالفات تغيرت حين هدد سيفاكس أسوار قرطاجنة بالسقوط المحتوم. عقد القرطاجيون صلحا مع سيفاكس وزوجوه الحسناء صوفونيسبا خطيبة القائد النوميدي. نجحت صوفونيسبا بفضل دهائها في التأثير على سيفاكس للتحالف مع قرطاج والدخول في حرب ضد الرومان، في حين استشاط ماسينيسا غضبا من خبر زواج حبيبته بغريمه سيفاكس. عرض ماسينيسا خدماته على الرومان أعدائه السابقين وشاركهم في حرب شرسة ضد القرطاجيين، وإثر معركة السهول الكبرى سقط سيفاكس في الأسر بيد غريمه ماسينيسا الذي اتجه لإنقاذ عشيقته السابقة الواقعة في الأسر بدورها بقبضة الرومان، ثم تزوجها. خشي القائد الروماني سكيبو من زواج ماسينيسا بصوفونيسبا وإمكانية تأثير الحسناء القرطاجية فيه وتحوله من حليف إلى عدو لروما كما حصل مع سيفاكس سابقا. طالب القائد الروماني بإبطال الزواج وتسليمه صوفونيسبا لإخضاعها لمصير المهزومين وعرضها مقيدة في شوارع روما ضمن احتفالات النصر تجنبا لعار الهزيمة وإذلال قرطاج. تجرعت صوفونيسبا السم ليلة زفافها وكانت آخر كلماتها لن أخسر سوى حياتي.